حبيت ميساج هذه لا فيديو سبيسيال بابا الخرا هذاك. بابا الخرا؟ اه باباهم الخراي. باباهم الخراي بابا نعى الله كما يقولوا بابا الله يعزه. اه لا هذا بابا شكوك يا بابا سلمى ماذا به تلاقاو به غدوة واحد يجي هاي تبارك لما عندك فكرة شكت بالما تخاف النار أروح لهاي تبارك ونقصر ونحكو مباشرة نطلق البقلاوة نطلق البلوز نطلق الحاجة وكلوك تروح سمينة فاهمني بدي أروح غدوة ثلاثة تلقى في هاي تبارك سي سا هادي اللي يعني العقل تاعي دائما يتسائل عليها اللي علاش راهو مخبي بصح واحد يقول لك راه في فرنسا واحد يقول لك راه في 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 اسبانيا واحد يقول لك راه في الاخر بصح يجيبوا راس الخيط تاعو صاحب فانس بيري بارك يجيبوا راس الخيط تاعو علاش راه متخبي على ما يجيش ما يجيش على ما يجيش فانس بيري بارك يخاف هو فانس بيري بارك هو يدخل فانس بيري بارك بلاد القانون وش راح نديروا له يا اخي بلاد القانون كيما يقول هو يجي اروح مرحبا بك اروح لفانس بيري بارك ولا اروح لهاد بارك قلنا قدمنا ان فيديو قلنا انا جاي ونوروا لك الكلاب واش يديروا سمعنا لي شيان بالك قلنا لي شيان الجزائريين لو كان حكموا قعدوا على قرار سمعنا لي زالجيريا سمعنا دي شيان حنا لو كان حكموا الفيديو تاعهم تيليشارجيهم تاع تاع ديليموشن هذوك اللي صور الكلاب وصور الحلاله في الدار اني مون تيليشارجيهم نحكموا والله لا انا ما نسمحلوش انا ما نسمحلوش كيما قال الشاب نيدو لا ما تسمح نسمحلوش حتى ياخذ المطرق من عندي حتى الدق كيما يقولوا راح تبيع له مطرق لا والله لا لا اخذ الدق من عندك فهمني اخذ الدق من عندي الساعه هذيك اسمه مولا باش نرتاح ما لازم نهضر معاه نقول له يطلب السماح وعيط لابوليس قال لك عيط لابوليس ديبوزا بلانت لابوليس ديبوزا بلانت بصالح وجماعه وقال لهم يا ودي قول له حركه جديد هذا غير يدير افوكا غير يروح يشوف افوكا على روح هذا حركه جديد هذا كان يحكموا في حكومه سبانس بيري بارك والله لا 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 رجعوا له روتو في دماغه بانوا الناس ما يعرفوه ما يقدروا ما يجبدوش قالوا له الجماعه غير يشوف افوكا غير يروح يشوف افوكا على روح قالوا له الجماعه طولوا كومنتار في الفيديو تاع تاع غافور ديزاد وين دار لابي غافور ديزاد دي ها دار فيديو تاع لابي اش انا مسلم عليك غافور ديزاد دار فيديو مسكين و جو بونس بروفوكاه بابا سالم وجبد روحو غافور راح يجبد روحو على جال جبد ربي على جال بابا سالم هو ما هكذا هو يهرب قال غاشي هو يهرب قال غاشي واسمه انا هضرت مع مهدي فريلوند التليفون قصرنا قريب واحد الساعة وأنا قصرت في التليفون قال لي بدون نحي لا فيديو راح نحي لا فيديو قلت له ما تنحيهاش غير خليها نحاها هو نحاها بعد ذلك عجريا ليف نحاوها لي هذيك ما على باليش أنا ما كاش منها هو نحاها هو نحاها وطلعها عنده اسمه ديزل فيديو خروطو ديزل خويا يسرق لي فيديو سراق يسرق لي فيديو يهضر على فونت كور سراق هو اكبر سراق قال فونت كور تعانت في زبل دو فرونس على بالك حاجة عجب ربي ما شكيتش بلي هذا عايش في فرانكليز على بالك قال علاه قلت علاه خي صاحب الانجليز حطه سي سير واش تلبس يجي تخرج عليهم لبس هذاك الطربوش ولا بتاع اليهود ولا ما نعرفهاش بعد خرج برا دار فيديو شابة لا كولور خرجت شابة هاي ديفينيشن اللي اسمه دار فيها بيري نبغى نوري له البيري كيف يتلبسوه يعيش يلبس البيري ولا بس الاول هذاك تاع شو تشونغاي الفيستا الحمراء هذيك خرج نفع على روحك صرف على روحك روح اخدم اهدر اهدر عربيات عربيات فهم
ما يعرفش يلبس سيمو ماشي من الفهم معوش فلان معوش فلان انجليزي شكون فلان انجليزي ونسي يجي يجبدوه تفاصيل طلبوا عليه ويجبدوه بصح ماشي فلان انجليزي انا ما يعرفش يلبس الحطات عليهم تاع 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 انجلترا الجزائريه على بالك وهراني ولا جيرو ولا كيضرب فيها هذا كان طالو يا صاحبي كان طالو كان طالو اه الاميرال شوف كان طالو هذاك شوف انا ندير كيفين يقولوا كنزه كنزه اللي مسلم عليك انا نسلموا على كنزه نسلموا كاع على لي ديزات في لي فيات لي فيات يا اخي يقولوا الريام شكون كاين لي فيات ما كانش بزاف كاين وحده طاحت طاحت غرام معاه واسمو ولا هو طاح غرام معاها بعد ما اسمها توجو ديسبو هذيك استوار هذيك بس أقلب توجو ديسبو مزوجة وعند راجلها و... ايه كيف ت... انا عكس معك بلي ماريي كيف يديروا لوف ستوري هذو يا وديهم كش منها غير هذي ميد اب ستوري جبل ربي اه اسمع اسمع فيديوهات يا صاحبي طلع اسمع فيديوهات على جل ستوري مش يستعى الصعب بلاك كما قال الاسبكتور طاهر ولا لابرانتي بلاك مزوجات وش خطرات بلاك مزوجة في الامريكان وفي الانجليز انطالو شنو؟ فهم انا نولي نسمع نولي هذا المريض هذا يعني بك المهم يغلقوا عليه شكون؟ هذا باب السلام هذا المهم يديروا في الاخر معاه منتل هيلث يسقوا بديت في مخهم يغلقوا عليه الداخل بلا تصدر كونجي كونجي يقول لك حبطهم كاع الجزائر خويا عيط لابوليس يا لك عيط لابوليس هاي جدارمية لا بغا هاي الأخت ولا حقا أبغى يجيبهم لنا أبغى أقول لك نعيط لهم يجيبهم الهايت باك أبغى أجد راح تبعك الوفاة تاعك إيه تبعك الوفاة وفاة إيش بيها إيش بيها ماكش مهم معي حقا قلت لك لازم تجيب الوفاة معك أبغى يجيب لك وليس أبغى هم يتكوروا شوف شوف بلاد الديمقراطية شوف الرجل هذا شوف الرجل هذا بلاد الديمقراطية تكور دير دير اللي بغيت دير اللي بغيت اسمع نفتحوا الجمعية ايوا لا لا هذه مليحة اسمه بابا سعد نفتحوا الجمعية أرجلي أنتو كذا لا لا بجي ماجيسكيل تو كذا هذيك الجي الوسطانية بماجيسكيل ما نديروهاش كيف كيف ندير شغل فوب سودو حمار حمار وكلب داروا اسوسياسيون ايه حمار بغل صح تو كذا ما مازالوش هاد اللي فيهم هذيك لازم دوب زعما لازم ما كاينش ناسهم مريض ما فاسد منا ولا مريض 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 اللي با نورمال خو والله اللي با نورمال ضرب الطاوة اه سي سا الانسان اللي ما يكومونيكيش مع الغاشي هذا بالك ان عنده بالك 15 سنه في البلاد هذه جامي يكومونيكا مع الجزائريه وقالها جامي يهضر مع الجزائريه قالها لي انا ثاني شفت معاه ايه جامي ما يعرفش ما يعرفش يكومونيكي واش باش يدير يدير غير بالفيديو واش بها زليمات باردة هذه هي زلمة ورشية شوف ايه تدخين مضر للصحة هذه زلمة ورشية اه ويلش ضربت على ويلش هذا الشباع اللي نتاع الجزائر وذاك الدراغون واش يمثل دراغون قال لك اخوات كان عندهم دراغون واش اسمه هذا هو الاعلام تاع هذا هو الاعلام طالع عنده فينا غير درنا احنا اعلام خضر وبيض احمر وما داروا خضر عنده فينا هو قدم علينا هم هو قال السيسير كان يحكم فيهم بابا سالم عادهم يا مغري عانا مش ندير احنا ويدير هما نهار داروا نهار داروا
الشيخ بوعمامه ولا الامير عبد القادر كانوا يحبوا في فرنسا ما كان عندهم انا طروزيطاج فاطمه تحت طروزيطاج كانت ايطاج شوف هذا الشرش هذا تلقاه بالك قبل وقت الامير عبد القادر I just want to be with my friends.